تكون جميعا يا سنة تالتة سيافيت اللي بروفراليماني، لو عندكم الكتاب ما بين ايديكم نبدأ النهاردة مع بعض. اعتقد ان هي، انا ما عنديش رقم الصفحة مظبوط، ولكن هي موجودة عندي، اول درس في الجراماتيكا بعنوان ارتيكولي انديترميناتيفي او ادوات التنكير. الدرس عندي في باجينا 43، ممكن يكون عندكم انتوا في 48 او 46، ممكن يكون 47 او 48. اللورا، احنا هناخد النهارده درس جديد في الجراماتيكا يا سنه ثالثه، واحنا خدنا شبيهه السنه اللي فاتت بالادوات، بس احنا خدنا السنه اللي فاتت ارتيكولي ديترميناتيفي. وارتيكولي ديترميناتيفي فولديري ادوات التعريف. المره دي هناخد العكس تماما، هناخد الادوات المقابله ليها بس حاجه تانية اسمها ارتيكولي انديترميناتيفي. ارتيكولي انديترميناتيفي ايه؟ سيفوليتي. لو حضراتكم كده حابين تعرفوا هتلاقوا ان الاختلاف ما بينهم زي ما هو باين كده في الصوره، اترافيرسو لا ميسا الينيتيو ديلا بارولا، بنحط في بدايه الكلمه بالمقطع ان، فهم المقطع ان زي ما احنا خدنا قبل كده السنه اللي فاتت مجموعه من الادجتيفي، ان احنا لما بنحط لها بريفيسو معين، لما بنحط لها بادئه معينه يعني حروف في بدايه الكلمه بتبدا تديني العكس. الاصل كانت هي ديترميناتيفي، ده اللي احنا سجرناها واشتغلناها مع بعض السنه اللي فاتت، اللي هي ادوات التعريف. المره دي كويستانو برينديامو انسيمي ونا كوزا نوفا ونا ليزيوني جراماتيكال نوفا انتيتولاتا ارتيكولي، ما كويستا فولتا سونو ارتيكولي انديترميناتيفي. وانديترميناتيفي يعني ادوات التنكير. هنبدأ على طول بالأسهل، واللي ما بيعملوش عندي أي كونفوزيون، ما بيعملوش عندي أي التباس، هنبدأ بأدوات التنكير المفردة، وهناخدها الأول في حالة المفرد. أدوات التنكير المفردة، سواء كانت أدوات التنكير دي مفرد مذكر أو مفرد مؤنث. أرتيكولي إنديترميناتيفي أدوات التنكير، هنبدأ ب مسكيله. وعند كلمه مسكيله عايزه حضرتك لو معاك الكتاب وفاتح كده تكتب جنبها سينجولاري، تكتب جنبها سينجولاري يعني فولديري، معناها كده لو حضرتك هنقول كده سينجولاري هنا يعني معناها مفرد، يبقى مش بس هم مسكيلي، لا ده هم كمان سينجولاري. اللورا يعني عايزه اضيف كمان كلمه مفرد. ايه هم ادوات التنكير المفرده؟ ايه هم ادوات التنكير المفرده المذكره؟ تشي سونو دوي بارتيتشيلي، عندي اداتين اونو وان. وركز معايا، هو بدا لي باونو علشان اونو هي الاسهل، وهقول لحضرتك لو فاكر معايا في ادوات التعريف اللي ارتيكولي ديترميناتيفي، ادوات التعريف اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت، انا كان عندي اداه تعريف مفرد مذكر اسمها لو. انا كان عندي اداه تعريف مفرد مذكر اسمها لو، اهي اداه التعريف، اداه التنكير اسفه اونو، هي بالظبط كده لو حضرتك بصيت لي هتلاقيها بتساوي لي بالظبط الاونو. يعني ايه؟ يعني أداة التنكير اونو بتستخدم نفس استخدام أداة التعريف لو. وانا لو حضرتك فاكر كده كان أداة التعريف المفرد المذكر لو بتتحط في كازي بارتيكولاري في حالات معينة، لما تكون الكلمة مفرد مذكر. وعايز انبه لحضرتك كده معلش انك ترجع تاني عشان تشوف تعرف منين الكلمة اذا كانت مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث، لان انا مش هحط اداة التعريف الا اسيكوندا ديلا بارولا. سي بوسو ديترميناري الجينري ديلا بارولا، يبقى اول خطوة خالص بحطها في الدنيا كلها، سواء كنت انا بتكلم على ارتيكولي ديترميناتيفي ادوات تعريف او ارتيكولي انديترميناتيفي، ان هي بتتحط قبل الاسماء. واحنا خدنا السنه اللي فاتت في لا بريما ليزيوني جراماتيكالي، اول درس من الجراماتيكا، لا ديستنسيوني دي نومي، ازاي نميز الاسماء، ازاي نميز الاسماء المفرده المذكره من المفرده المؤنثه، الجمع المذكر من جمع المؤنث. عشان كده بقول لحضرتك لو حضرتك عايز الدنيا تسهل عليك ارجع كده لمحاضره السنه اللي فاتت عشان نعرف اصلا امتى بيكون الاسم مذكر وامتى بيكون الاسم مؤنث. في كل الأحوال إحنا كنا بنحط لو لما كانت كلمة بتبدأ لي مثلا ب ولازم تكون مفرد مذكر، بتسيتا. إذا كلمة تسيو مفرد مذكر، وكلمة تسيو مفرد مذكر عشان آخرها أو،
بس كلمة تسيو اللي هي العمة أو الخال كومينشانتي كون لاتسيتا. وإحنا قلنا إن أي كلمة مفرد مذكر كومينشانتي كون لاتسيتا كنا لازم بنحط لها أداة التعريف لو، بسيطة جدا. يبقى الكلمة دي هي كمان لما هتاخد أداة تنكير ما ينفعش معاها غير أداة التنكير أونو. يبقى إذن أول كلمة أو أول أداة تنكير نيلا نوسترا ليسيوني دي أوجي في محاضرتنا النهاردة بارليامو دلارتيكولو إنديترميناتيفو، أداة التنكير الماسكيلي سينجولاري المفرد المذكر. لازم أعرف إن المفرد المذكر له أداتين تنكير أونو وأون. أونو بالظبط لستيسي أوزي، نفس الاستخدامات اللي أنا كنت بستخدمها مع اللو. وارجع افكر حضرتك تاني، لو كانت عندي كلمة في المفرد المذكر بديالي بتسيتا والكلمة لازم تكون مذكرة، كنت لما بحط لها أداة تعريف مفرد مذكر كنت مجبر ان انا احط لها أداة التعريف لو. لا، انا المرة دي هقول لحضرتك ان انا هحط لها أداة التعريف أداة التنكير أونو. السيكوندو كازو، الحالة التانية يا شباب اللي كنا بنستخدم معاها اللو وبالتالي هنشيل اللو ونحط الاونو، لما كانت الكلمة بتبقى مفرد مذكر بس كومينشانتي كون كويستا ستروتورا، لما كانت بتبقى في حد مش فاهم حاجة لان انا حاطة الشاشة قدامي فالعلامات او الساينز اللي بتدخل انا مش واخدة بالي منها. في حد رفع ايده؟ في حد عايز يعمل اي سؤال؟ الكوين دي بي اس دكتور صوت حضرتك راح وجي تاني. والله يا بنتي ده عيب نت للأسف، صوتي راح في أنهي جزء؟ الجزء اللي لسه حضرتك قايله، لو احنا اخدنا لورو مع اون تمام اللي بعده. مش لورو، لو لو اللو هي هي الاورو. يعني اذا الازامبيو تسيو كلمة زي كلمة تسيو يا شباب للجميع. كلمة تسيو دي كانت سينجولاري ماسكيلة مفرد مذكر. عرفت منين ان كلمة تسيو سينجولاري ماسكيلة اخرها الاو؟ طيب حلو قوي. بص بقى كمان على لا بريما لترا، لا لترا انيتسيالي، الحرف البدائي في الكلمه، اول حرف هتلاقي حضرتك الحرف الانيتسيالي بتاعها تسيتا. لو حضرتك فاكر اي كلمه مفرد مذكر بتبدا بالتسيتا كنت لازم لما احط لها اداه تعريف ما احطش غير اداه التعريف لو. طيب يبقى انا لو هحط اداه التنكير بمنتهى البساطه طول ما انا كنت بستخدم معاها لو يبقى هشيل اللو واحط مكانها اونو. السيكوندو كازو، الحاله الثانيه اللي كنت بستخدم فيها لو، qualsiasi parola cominciante con questa struttura con questa composizione، اي كلمه مكونه او موجود فيها التركيب ده. ps بس بشرط الصوت ده بس، بس بشرط a condizione che، بشرط ان questa parola ان الكلمه دي سيا تكون singolare maschile. يعني انا لو قلت لحضرتك دلوقتي كلمه زي كلمه psicologo، لو قلت لحضرتك دلوقتي كلمة زي كلمة بسيكولوجو، بسيكولوجو أولا لازم تكون سينجولاري ماسكيلة مفرد مذكر. عرفت منين إن أنا سينجولاري ماسكيلة؟ عشان هي فينيشي كون لا أو، آخرها حرف الأو، وفي نفس الوقت الكلمة دي بديالي بالحرفين دول بالتركيب المميز ده، بالتركيب اللي أنا أول ما عيني تقع عليه لازم يكون بياخد اللو ومش اي ارتيكولو ديترميناتيفو تاني. يبقى لما احط لها المره دي الارتيكولو ما كويستا فولت ارتيكولو انديترميناتيفو، انديترميناتيفو sono obbligato a dire لو لو هو ارتيكولو ديترميناتيفو، uno لو هو انديترميناتيفو، واقول uno psicologo طبيب نفسي، uno psicologo طبيب نفسي، uno zio عم او خال. هيجي واحد يقول لي الله طب ايه يعني الفرق يا دكتوره ما بين الارتيكولي ديترميناتيفي؟ طب ما انا هنا بقول عم وخال وهنا بقول عم وخال وهنا بقول طبيب نفسي وهنا بقول طبيب نفسي، ايه الحكمه يعني؟ اقول لحضرتك الحكمه في الدرس ده حكمه دلاليه اكتر منها حكمه نحويه. هو حضرتك لما بتقول كتاب زي ما بتقول الكتاب؟ لا طبعا، الكتاب الالف واللام دي هي دي أداة التعريف، ولما بتستخدم أدوات التعريف عشان تعرف فانت بتدي ميزة للموضوع او للشيء اللي حضرتك بتتكلم عنه. لما بقول العلم الابيض انا حددت العلم، يبقى انا عندي عيني شايفة علم محدد بتكلم عنه. لكن لو انا غيرت الجملة وقلت علم ابيض
اي علم ابيض، تنكير. والنكره دايما كده، لو احنا كنا فاكرين واحنا بندرس العربي كويس قوي ونيجي يقول لحضرتك كده مواطن الجمال، كنت حضرتك بتقول دايما في الاستخدامات نكره تفيد العموم والشمول. في مواطن الجمال كلها لما كنا بندرسها وكان بيظهر عند حضرتك مصطلح او لفظه نكره يعني indeterminazione اللا تحديد، كنا لما بنقول في موطن الجمالي دوت وتقول حضرتك وانا بستخدم النكره ليه، كنت بتقول كده نكره للعموم والشمول. للعموم والشمول يعني حضرتك مش محدد، يعني اي حاجه في اي حاجه. يعني اقول لحضرتك مثلا بناء جديد، اي بناء جديد، اي منشاه جديده. لكن لما كنت بقول وبرضو الكلمه معرفه، التعريف يفيد التوكيد والتخصيص، حفظناها زي اسمنا طول عمرنا. التعريف يفيد التوكيد والتخصيص، يبقى شيء. وانا حتى على ليفيلو سيمانتيك وعلى المنحى الدلالي ليه انا بحط اداه تنكير؟ اهي كلمه مش عايزه اديها اهميه، عايزه اقول ان الموضوع عام، عايزه اقول ان الموضوع شامل. لكن لو حطيت لها اداه تعريف عايزه احدد، عايزه اكد، عايزه اخصص، عشان بس السؤال اللي هيتبادر للاذهان هو ايه الفرق، وليه انا ده حطه دلوقتي، وليه انا بقول ان في نوعين، حاجه اسمها ارتيكولي ديترميناتيفي وارتيكولي ان ديترميناتيفي. وهيتضح المعنى الحقيقي للتقسيمه دي يا اولاد اترافيرسولي ايزام بي من خلال الأمثلة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. نرجع لموضوعنا تاني، ان اونو مفرد مذكر، بس اونو مفرد مذكر بيحللي محل أداة التعريف له، يعني اول استخدام ليها لما الاقي كلمة مفرد مذكر بديالي بالسيتا. اتنين، تاني استخدام ليها لما الاقي الكلمة مفرد مذكر بس بديالي بالترتيب ده اللي هو بي اس. تلاتة، لما الاقي الكلمة مفرد مذكر بديالي بالتركيب ده جي ان، زي على طول نيومو زي ما قلت لحضرتك قبل كده، وكانت وكلمة نيوكي، وانا بستخدم نفس الكلمات عشان حضرتك تبقى فاكر احنا قلنا ايه السنة اللي فاتت. نيومو يعني القزم، نيوكي اللي هو زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت كده الحلوة اللي هي اسمها ايه، لقمة القاضي الزلابية. وطبعا هي لازم تبقى هنا نيوكو مش نيوكي عشان تبقى مفرد. يبقى اللورة اي كلمة بديالي بالجي ان، ولازم تكون الكلمة، بأكد وبعيد مليون مرة، لازم تكون الكلمة في الاخر وصل لي معنى ان هي مذكرة مش مؤنثة. يعني في فرق لما بقول بسيكولوجو عن بسيكولوجا. بسيكولوجا دي انا غيرت تماما لكاتيجوريا جراماتيكالي دي لا بارولا، غيرت تماما من الفئة اللي موجودة فيها الكلمة. نيوكو، يبقى انا لو هستخدم مع الكلمتين دول أداة تعريف هقول لون يوكو لون يومو. بمنتهى البساطة هستبدل له وهحط، هتبقى أونو نيوكو أو أونو نيومو. أربعة، أي كلمة مفرد مذكر بديالي بالإس، بس الإس كمان كان لازم يكون بعدها ساكن وليس متحرك. إس بيو كونسونانتي. تعال نفتكر مع بعض، كنت بقول لو ستودنتي، كنت بقول لو سبيتاكولو. اسبيتاتي كده، كنت بقول لو سكودو. اس بيو كونسونانتي، بس بشرط شريطة ان الكلمة تكون مفرد مذكر، زي الاسامبيو الاولاني لو ستودنتي. الكلمة دي مفرد مذكر عشان اخرها المقطع انت، واحنا قلنا بعد كده او قلنا قبل كده في المحاضرات اللي فاتت ان كويستو سوفيسو اي كلمة في اللغة الايطالية بتنتهي بالمقطع انت بنسبة 99% 99% لازم تكون مذكرة ومفرد مذكر. حلو قوي، انا اتأكدت كده ان الكلمة مفرد مذكر. تعال بص، الاول حرف هلاقيه اس وبعده ساكن، التي حرف الساكن وساكن كونسونانتي توي نون فا بارتي ديلي تشينكوي فوكالي ايطاليانه، ما هوش جزء من خمس الحروف المتحركة الإيطالية اللي هي الآ والأو والأو والإي والإي. الآ والأو والأو والإي والإي ستودنتي،
يبقى غصب عن عيني حطيت لو ستودنتي او حطيت كده اداه التعريف لو، يبقى لو انا هغير اداه التعريف ومتو على البوستو دي كويستو ارتيكولو ديترميناتيفو الارتيكولو ان ديترميناتيفو اداه التنكير ساريبي اونو. نوميرو دو سبيتاكولو لو سبيتاكولو، واصحى بقى هنا ده هنا متكون عندي الاتنين اللي انا بقول عليهم، ادي الاس اهوت اولا كلمه سبيتاكولو يعني العرض، بس العرض المسرحي الكبير، العرض اللي بيتعمل في الشوارع، الحاجه المبهره اللي هو كوازي كومي فوس كومي سي فوس اون كارنيفال تقريبا لو كانت فيها اللي هي الايه الاتجاهات الاحتفاليه كما لو كانت كارنفالات. وبالتالي لا بريما لترا اولا كلمه سبيتاكولو مفرد مذكر لان هي بتنتهي بالنهايه او. ثانيا لا بريما لترا اول حرف قدام عيني هو الاس ماشي، بص للي بعد الاس بي اون كونسونانت ساكن، اس بيو كونسونانت والكلمه مفرد مذكر، يبقى غصب عن عيني ما احطش غير الارتيكولو لو، لو سبيتاكولو لو سبيتاكولو، عشان يقول لي ان كلمه لو سبيتاكولو يعني معناها العرض المسرحي او العرض المبهر او العرض الواسع او العرض اللي بيشغل مساحه كبيره او العرض اللي بي فيه عدد افراد كتار جدا مزود باضاءات بالعاب ناريه حاجه كده اللي احنا بنقول عليها سوبر واو يعني. يبقى انا لو حطيت اداه التعريف لو وعايز اقول لك استبدل لي اداه التعريف دي غصب عن عينك مش هنحط غير ايه اونو. عندي كلمة زي كلمة لو وقلتها قبل كده سكودو، وقلت لحضرتك اللي سكودو ده معناها الدرع، الدرع يعني ايه الدرع؟ مش الدرع اللي حضرتك بتاخده تتكرم بيه، درع المحارب، درع المحارب السترة الحديدية اللي بيلبسها المحارب على صدره اسمه الدرع، يقول لك سيفك ودرعك، سيفك ودرعك. او زمان لما كنا بنشوف دايما الافلام بتاعت بالذات الامبراطوريه الرومانيه وخلافه كنت تلاقيه كده ماسك حاجه اسمها درع ماسكها في دراعه اللي هي بتمنع عنه وصول السهام اسمه لوسكودو. وبالتالي لوسكودو اولا الكلمه مفرد مذكر، مفرد مذكر عشان بتنتهي باللتر او. طب ابص بقى الاول الكلمه اس ماشي بعدها تشي يعني حرف ساكن، يبقى اذا سي اولا شيلتا سي اولا بوسيبيليتا دي شيليري هتبقى لو سكودو يعني الدرع. وبالتالي انا اقدر اغير لو سكودو دوت الدرع دوت علشان اقول ان هي هتبقى اونو سكودو. الحاله الاخيره اللي هنتكلم عليها على استخدام الاونو هي اي كلمه بتبدا باللتر ايبسيلون، اي كلمه بتبدا باللتر ايبسيلون يعني لما اقول لحضرتك يوجورت يعني اسبيتاتي بيركي او مانكاتو لا ار انا نسيت الار يوجورت، يعني لما اقول لحضرتك يات كوالسياسي بارولا، وانا بقول في ان جنرال بقى انا مش مضطر ابص للكلمه دي اذا كانت مفرد مذكر ولا مؤنث، لان بمنتهى البساطه احنا قلنا قبل كده ان كويستا لاترا تويلي بسيلون حرف الواي دوت ما هوش اصلا حرف اصيل في اللغه الايطاليه، وبالتالي اصلا الكلمه ايطاليه مش ايطاليه، فانا مش هيهمني بقى، مش هقف هنا علشان اشوف هي مفرد مذكر او مفرد مؤنث، انا ما عنديش الاوبشن ده خلاص، هي اصلا الكلمه مش ايطالي. فيبقى كوالسياسي بارولا اي كلمه كومينشانتي كون ليبسيلون بتبقى باديه بالابسيلون دايما غصب عن عيني كنت بحط لها الارتيكولو ديترميناتيفو لو، لو شلت الارتيكولو ديترميناتيفو لو انا ما قداميش غير اني اقول اونو. يبقى ريبيتو اول اداه تنكير وليس التعريف، تنكير للعموم الشمول في الادوات التنكير الايطاليه في المفرد المذكر هي اونو، اونو بتحل محل اللو. يبقى لو الكلمة بتبدأ بالسيتا، لو الكلمة بتبدأ بالبي اس، لو الكلمة بتبدأ بالجي ان، لو الكلمة اس بيو كونسونانتي، واخر استخدام لو الكلمة فيها الايبسيلون بشرط اساسي بأكد عليه مليون مرة ان في الاصل الكلمة دي تكون مذكرة. Allora, tutte le regole si applicano a queste cinque casi precedenti. كل الكلام والقواعد دي لازم اتاكد اذا كانت مفرده مذكره ولا لا الاول، باستثناء اخر كلمه لان الابسيلون نوني اون لتر اوريجينالي دي الالفابيتو ايطاليانو.
Fino a questo punto, gli usi dell'articolo indeterminativo 1, tutto è chiaro? C'è qualcuno che è qui, il حد من الموجودين معانا مش فاهم حاجة, وقع منه حاجة؟ لا تمام يا دكتور. Grazie Basmala. E quindi prendiamo, هناخد أداة التعريف التانية اللي هي un. وخلي بالك من un. علشان un دي بتوافق في أدوات التنكير, أدوات التعريف اللي كانت مين اللي دي بتوافق il, بتوافق il, بتوافق il مفرد المذكر. يبقى أي حالة تانية غير الخمسة ستة اللي احنا قلناهم دلوقتي وكانت الكلمة مفرد مذكر ما تاخدش غير un. واسمع معايا بقى الحتة دي, حتى لو كانت الكلمة بادية بحرف متحرك. وليه انا بقول لحضرتك المعلومة دي؟ لان انا كان عندي اداة تعريف اسمها ال ابوستروفو. ال ابوستروفو دي كنت بحطها وانا مرتاح قوي. انا فولتك اتروفاتو, لو انا مرة على سبيل المثال لقيت الكلمة بادية بحرف متحرك طول ما هي على السنجولاري, طول ما هي في المفرد, ما كنتش بوجع دماغي, ما كنتش بدور اذا كانت الكلمة دي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث. كنت بمنتهى البساطة بروح حاطط ال ابوستروفو طول ما الكلمة في المفرد. يعني كنت بقول لحضرتك مثلا على سبيل المثال لووفو, لوومو, لونيفرسيتا, مرة مذكر مرة مؤنث, ما كنتش بوجع دماغي. بمجرد ان الكلمة في المفرد وبادية بحرف متحرك كنت بحط اداة التعريف ال ابوستروفو. لا, questa volta c'è una cosa che è cambiata, المرة دي في حاجة اتغيرت. حتى لو حضرتك واخد بالك كده هتلاقي ان ادوات التنكير في المفرد عندي اربعة, في حين ان ادوات التعريف لما كانت في المفرد كانوا كام؟ كانوا كام ادوات التعريف يا جماعة في المفرد؟ الإل واللو والإل أبوستروفو ولا أربعة. بس كان عندي الإيل واللو والإل أبوستروفو كانوا التلاتة بنسبة كبيرة ماشيين مع المذكر, وكانت عندي لا ماشية مع المؤنث. لا, أنا الموضوع هنا عندي اختلف. لو الكلمة مفرد مذكر حتى لو هي بادية بمتحرك ما ينفعش أستخدم معها غير أون. وهقول تاني, لو الكلمة مفرد مذكر حتى لو هي بادية بحرف متحرك ما ينفعش استخدم معاها غير اون. يعني حضرتك لو بصيت هنا وانا قلت لحضرتك كده, قوم, وجيت الكلمة اللي بعدها قلت كامينو, وجيت الكلمة اللي بعدها قلت فيكولو, وجيت الكلمة اللي بعدها قلت امبريلوني, وجيت الكلمة اللي بعدها قلت مثلا بريزيمبيو اياتو, وجيت الكلمة اللي بعدها قلت بريزيمبيو نيجوتسيو اميكو كومبانيو. ونيتنسى, تعالوا نشوف كلمة كلمة. أول كلمة وومو, أول كلمة وومو مفرد ولا جمع؟ مذكر ولا مؤنث؟ مفرد مذكر. عرفت منين إن هي مفرد مذكر؟ آخر حرف فيها أو. مفرد مذكر بيبدأ بحرف متحرك, ايوه, بس ده المرة دي بادئ بحرف متحرك, ايوه. وايه يعني ان هو بادئ بحرف متحرك؟ طول ما هو مذكر ومفرد حتى لو بادئ بحرف متحرك لما اجي احط له ما احطلوش غير اون, ويبقى اسمه اونووم. مفهوم؟ يبقى الكلمة لو مفردة مذكرة حتى لو بادئ بحرف متحرك ما احطلهاش غير اداة التعريف اون. اتنين,
الكلمة اسمها الكمينو، وكمينو هنا اللي هي التشمني، اللي هي المدخنة اللي هي في القصور والبيوت العريقة والعتيدة كده، يقولك فيها مدخنة، مدخنة اللي هو الكمينو. ماشي. الكلمة دي مفرد مذكر، مفرد مذكر ليه؟ عشان اخرها او. مفرد مذكر ليه؟ عشان اخرها او. وبادية بي، بادية المرة دي بساكن، وساكن مش من الحالات اللي بيطبق عليها اون، ولا هي تسيتا، ولا هي بي اس، ولا هي جي ان، ولا هي ابسينو، ولا هي اس بيو كونسونانتي. يبقى غصب عن عيني لازم اقول اون كمينو، يعني احدى المداخن، مدخنة ما. تري، فيكولو، فيكولو زقاق، حارة، زقاق حارة. لو بصيت لكلمة فيكولو هتلاقي ان الكلمة دي مفرد مذكر. عرفت منين ان كلمة فيكولو مفرد مذكر؟ عشان اخرها الاو. اسبيتاتي كده بيركي او كانشيلاتو هنا لترا، غيرت حرف. فيكولو يعني حارة، زقاق، مفرد مذكر. عرفت منين ان هي مفرد مذكر؟ اخرها الاو. بس لا بريما لترا اول حرف فيها الفي، يعني ساكن مش متحرك. ايوه بس هي مفرده، ماليش دعوه بقى هي مفرده، سواء مفرده مذكره، سواء باديه بساكن او متحرك، لازم اقول اون فيكولو. اللي بعدها امبريلوني، امبريلوني يعني شمسيه، ومش اي شمسيه، دي شمسيه كبيره. بص كده النهايه بتاعتها المقطع اوني. الكلمه دي في المفرد المذكر، في المفرد المذكر ليه؟ لان انا قلت لحضرتك ان اي كلمه بتنتهي بالمقطع اوني هي مفرده مذكره. اه بس دي اول حرف فيها او، يعني اونافوكالي، زيها زي كلمه وومو، رجل. امبريلوني مظله شمسيه بس كبيره. الكلمه دي مفرد مذكر، مفرد مذكر ليه؟ لان هي بتنتهي بالنهايه اوني، امبريلوني. يبقى لما اجي احط لها هي كمان اداه التنكير المره دي، مش هيفرق بقى معايا اذا كانت كومينشانتي كون اونا فوكالي، او كومينشانتي كون اونا كونسونانتي. اللي يهمني ان الكلمه مفرد مذكر، باديه بساكن، باديه بمتحرك، لازم احط اون، بشرط ان انا راعي، خلي بالك ان هي مش في الحالات اللي بتستخدم اونو. عندي بعد كده حاجه اسمها، بلاش اياتو دي عشان مش هتفهموا معناها بالايطالي، خليها لاتو. لاتو يعني جنب، لاتو يعني جنب او ناحيه. كلمه لاتو مفرد مذكر، مفرد مذكر ليه؟ علشان اخرها الاو. وباديه بحرف ساكن، ايوه باديه بحرف ساكن، بس الحرف الساكن ده ما هوش واحد من اللي بياخد لي الحاله اونو، يبقى غصب عن عيني لازم اقول اون لاتو، جانب ما، احد الجوانب، جانب. نيجوتسيو مفرد مذكر، مفرد مذكر ليه؟ علشان اخرها او، وباديه بحرف ساكن، وكلمه نيجوتسيو احنا خدناها قبل كده يعني محل. نيجوتسيو مفرد مذكر، مفرد مذكر بادي بساكن، بس كويستو كونسونانتي الساكن دوت ما هوش واحد من الحالات اللي بطبق عليها الاونو، يبقى غصب عن عيني لازم اقول اون نيجوتسيو. غصب عن عيني هنا لازم اقول اون نيجوتسيو. يتبقى كده، معلش يا اولاد حتى الماوس تقيل علشان النت تقيل. اون نيجوتسيو محل ما. اميكو صديق، مفرد مذكر اخره الاو، بس بديلي بمتحرك، ايوه بس مفرد مذكر، وانا المره دي بتكلم على ادوات تنكير، يبقى غصب عن عيني لازم احط الاون، ويبقى اون اميكو صديق ما على العموم، غير الصديق، احد الاصدقاء. كومبانيو، كومبانيو يعني رفيق او زميل، مفرد مذكر اخرها او، بدايتها حرف متحرك، لا هو تسيتا، ولا هو بي اس، ولا هو جي ان، ولا هو اس بيو كونسونانتي، ولا هو ايبسيلون. غصب عن عيني لازم اقول اون كومبانيو. اونيتنسي، مين هيقول لي يعني ايه اونيتنسي؟ ترسوانو يعني ايه اونيتنسي؟ مي سنتيت ترسوانو تشيك كوالكي ايروري ان لا ريتي، سامعني ولا في مشكله ولا حاجه في الشبكه؟ سامعين حضرتك يا دكتور. اه يعني بونجورنو نانسي، بونجور، بونجورنو اللورا. حد فيكم فاكر كلمه اونيتنس معناها ايه؟ طب افكركم كده بالكلمه، فاكرين لما كنا بنقول ستاتي اونيتي، ليستاتي اونيتي لامريكا، تشوي ليستاتي اونيتي الولايات المتحده لامريكا، اتحاد يا دكتور؟ لا ما انا عايزه اهو، قولي لي. ها اتحاد او توحيد يعني جاي من ال برافيسيما، ستاتي اونيتي يعني الولايات المتحده، يبقى اونيتنسي يعني موحد. حلو قوي. بص بقى حضرتك لنهايه الكلمه دي، ايه اللي بيخليني اقول ان الكلمه دي مفرد مذكر؟ ليه انا حطاها في التابله بتاعت المفرد المذكر سنه ثالثه؟
ايه العلامة اللي عرفتني انها مفرد عشان مفكر؟ قولي يا دكتور، علشان؟ قولي. لا لا، دي كلمة واحدة يا نانسي، انا لسه ما حطيتش الأداة. ده هي اونيتنس واحدة على بعضها، انا لسه ما حطيتش الأداة. ده انا لسه هكملها لك واقول لك يا نانسي ان هي هتبقى اونيتنس. انت فاهماني انا بقول ايه؟ حلو قوي. عرفنا منين يا شباب ان الكلمة دي هي سنجولاري ماسكيل؟ عرفنا منين ان هي مفرد مذكر؟ اشمعنى؟ وصلنا منين للكلام ده؟ وني تنسى، تنسى النهاية دي يا شباب مؤنث يا دكتور؟ مذكر. انا لسه في ادوات التعريف، الادوات اسفة التنكير المفرد المذكر. وني تنسى، تنسى التركيبة دي ما تجيش غير مذكر، التركيبة دي ما تجيش غير مذكر. حلوة قوي. يعني اتحادي. بادية بأول حرف او، يعني حرف متحرك، ماليش دعوة متحرك او مش متحرك، هي مش مفرد مذكر، يبقى غصب عن عيني لازم اقول اون ونيتنس. ابيتي كابيتو؟ فاهمين يا شباب؟ فاهمين يا شباب؟ كله كيف تشام؟ سي يا دكتور. حلوة قوي. طب لو انا هاي بقى، دكتور. حلوة قوي، لو انا قلت لحضرتك كده ديريتوري، وبعدها هقول لحضرتك كده سكولتوري، وبعدها كده هقول لحضرتك اتسيونيستا، وبعدها هقول لحضرتك كده راتسيستا، وبعدين اقول لحضرتك بير اكزامبيو بولنت، واسيب لحضراتكم كده دقيقة ونفكر هناخد انهي، اونو ولا اون؟ ديريتوري، سكولتوري، اتسيونيستا، راتسي، اسبيتاتي عشان مانكا وانا تسيتا كوي، انا نسيت احط تسيتا، معلش هو النت برضو تقيل قوي. راتسيستا بولنتي، هنختار ما بين اننا نحط اونو وان، وملناش علاقه بالمعنى، ما يهمنيش دلوقتي المعنى، عايز احط كده ديمتر الارتيكولو ان ديترميناتيف كونفينينتي. دقيقه، يلا يا سنه ثالثه، يلا فوقوا كده. الساتي في، صباح الخير. دقيقة يا سنة تالتة، دقيقة قدامكم بالراحة. وعلى سبيل المثال بس عشان حتى المعاني ما تبقاش مضايقاك، وديريتوري مدير، سكولتوري نحات، اتسيونيستا ناشط حقوقي. ناشط حقوقي يعني ايه ناشط حقوقي؟ يعني بيدور على حق الناس في اي مجال، هو اسمه ناشط حقوقي. راتسيستا عنصري. بولنتي سائل مغلي. ديريتوري مدير، سكولتوري يعني نحات، اتسيونيستا ناشط حقوقي، راتسيستا عنصري، بولنتي سائل مغلي. دقيقه وقولوا لنا الادوات، واللي هيحط الاداه هيقول لي بيحط الاداه ليه. Cominciamo? Cominciamo terzo anno? Cominciamo insieme? Yalla bina? Direttore, min ha ikhtar e o le? Hataخد uno? Hataخد uno, min li bikallem? Ana ya doktor Nancy. Nancy, ليه يا Nancy قلتي uno? هي الكلمة دي مفرد مذكر ليه يا Nancy؟ لا هو انا حاطه لها uno اللي هي اخرها او. أيوة ماشي. أنا كلمة ديريتوري دي، أنا سؤالي الأول واضح، كلمة ديريتوري يعني مدير، هي ليه مفرد مذكر أصلا؟ عشان أورو أوري أوري، عشان المقطع توري أو المقطع أوري، أي كلمة بتنتهي بالمقطع أوري ديريتوري، كل المقطع ده لازم يديني الكلمة تبقى مفرد مذكر. حلو قوي، أنا عرفت كده ورسيت يا نانسي إن الكلمة مفرد مذكر. بصي للتر إنيتسيالي، بصي الأول حرف فيها كده يا نانسي، حرف ساكن. حلوة قوي. وهو حرف الساكن ده تسيتا؟ يا ترى تسيتا هو الحرف ده زي التسيتا في التركيبة؟ بي بي اس؟ لا. جي ان؟ لا. اس بي كونسونانت؟
لا إبسيلون. لا جيتي على دي يعني لا قلتي لا، بتفكري دي هي اوضح واحدة فيهم ان هي مش إبسيلون، دي واي، بداية واي يعني. يبقى لا انا استبعدت تماما الاونو، هي مفرد مذكر وبادي بحرف ساكن، ما ينفعش اخد اونو. انت فهمتيني دلوقتي ليه؟ فهمتي دلوقتي ليه يا نانسي؟ تمام ماشي. يعني هيبقى الاختيار ايه دلوقتي يا شباب ويا فتيات؟ اونديريتوري احد المديرين، اونديريتوري احد المديرين. جراسي نانسي. نوميرو دو، رقم اتنين. اونو مين هتبقى اونو هيتكلم؟ كي بارلا. نوال. يما نوال قولي لنا اقري الكلمه الاول وعرفتي خلاص. احنا قلنا سكولتوري يعني نقاش او نحات، ماشي، وان هو مفرد مذكر عشان بينتهي بالنهايه توري. حلو قوي. اخترتي اونو ليه؟ عشان اسي وكا ساكن. حلو جدا، عشان الحرف الانيتيالي اس يعني ساكن. بس استنى لازم اشوف اللي وراه ده، الاس ده لوحده لازم نعمل له تعظيم سلام. يبقى الاس وهيجي وراها حرف ساكن، طول ما الاس جاي وراها حرف ساكن والكلمه مفرد مذكر يبقى زي ما قالت نوال كده بالظبط، لازم الكلمه تبقى اونو سكولتوري. اونو سكولتوري يا شباب. الناس اللي حاضره في حاجه مش مفهومه، الناس اللي قاعده وسامعه حتى لو ما بتشاركش ما تسيبش حاجه تعدي عليها، في حاجه مش مفهومه يا شباب. شكرا. نوميرو 3. لا شكرا كله لنوال. تمام تمام شكرا لنوال. نوميرو 3 رقم 3 اتسيونيستا، هي ليه مفرد مذكر؟ تبقى اون يا دكتور. حلوه قوي، هتبقى انهي اون؟ تانية. البسمله. تانية. اه ليه يا بسمله الكلمه دي مفرد مذكر؟ هي اولها حرف متحرك. ايوه انا بتكلم بقى دلوقتي، ماليش دعوه، انا بتكلم هي ليه مفرد مذكر. عشان اخرها ايوه قولوا حتى لو استا. بقى. حلو جدا، افتكروا بقى كده معايا يا جماعه، انا قلت لحضرتك في المحاضره ايه؟ ان اي كلمه اخرها المقطع ده، وركزوا كده معايا، اي كلمه اخرها المقطع استا تصلح للاتنين، صح؟ اه مفرد المذكر ومفرد المؤنث. امتى تبقى مفرد مذكر؟ لو اداه التعريف او اداه التنكير دلوقتي باعتباري ان انا باخد ادوات التنكير مفرد مذكر، ولو اداه التعريف او اداه التنكير مفرد مؤنث يبقى الكلمه كمان مؤنثه. تاني بعيد، اي كلمه في اللغه الايطاليه بتنتهي بالثلاث حروف اللي حضرتك شايفهم دول كده اهو، اهم دي كده الثلاث حروف دول، الايستا ده لو انا هلونه وهعمله كده اهو، لو انا هتكلم على الايستا ده كده وهوقفه وهقول عليه ان اي كلمه في اللغه الايطاليه بتنتهي بالمقطع ايستا تصلح للاثنين يا شباب، الاثنين، المفرد المذكر والمفرد المؤنث. تيجي تقولي الله طب انا هعملها ايه؟ لحد دلوقتي حط براحتك، ما دام الكلمه واقفه بطولها، عايز تمشيها مفرد مذكر حط، عايز تمشيها مفرد مؤنث حط، لكن لما يجي لك في الامتحان اكيد الجمله جواها هيبقى فيها فعل، هيبقى فيها صفة، هيبقى فيها كلمة بتعرفك وتحدد لك إذا كانت دي مذكر ولا مؤنث. هي زي ما قالت دلوقتي يا بسملة، شكرا، انت قلت لنا كده ان اكسيونيستا يعني ناشط حقوقي، قلت لنا بقى ايه يا بسملة؟ ان هي بديالي اصلا بيه بحرف متحرك. حلو جدا، يبقى اذا احنا هنعمل الكلمه دي دلوقتي بما اننا بنتكلم على الارتيكول ان ديترميناتيفي ماسكيلي سنجولاري مفرد مفرد مذكر، مذكر هنعملها دلوقتي معامله المفرد المذكر، احنا دلوقتي ما جبناش ناحيه المؤنث في حاجه. يبقى هي اذا الكلمه مفرد مذكر وفي نفس الوقت مفرد مذكر كومينشانت يكون اون فوكالي بديلي بحرف متحرك، يبقى غصب عن عيني ما ينفعش هنا يا شباب غير اني احط اداه التعريف اون، ويبقى الكلمة اوناتسيونيستا. اوناتسيونيستا يعني أحد النشطاء الحقوقيين، أحد النشطاء الحقوقيين. اللي بعدها نفس الكلام بس مع الاختلاف، راتسيستا. راتسيستا يعني زي ما احنا بنسميه كده نازي، عنصري، بيميل لعنصر عن التاني، عنده تفرقة عنصرية، راتسيستا. يا ترى دي نفس الكلمة اهي، دي بتنتهي بالمقطع ايستا، يعني يا مذكر يا مؤنث. حلو قوي، انا حد دلوقتي هعملها معامله المذكر، بس خلي بالك دي بديالي المره دي بحرف ايه؟ بديالي المره دي بحرف ساكن. ساكن. ارجع بقى وابص تاني للطابله، اه والله بس الحرف الساكن ده حرف الار،
اللي هو حرف الار يعني الار، اللي هو تسيتا ولا هو بي اس ولا هو جي ان ولا هو الاس بي كونسونانتي ولا هو الابسيلون. يبقى غصب عن عيني المره دي الكلمه مفرد مذكر بديلي بحرف ساكن، حرف ساكن مش زي اللي انا. والكلمه دي على فكره فيها حاجه غلط، كل ما اكتبها تتمسح، هي مش نصيبها النار. وان راتسيستا عنصري نازي. اي مانكا لولتيما بارولا، مانكا لولتيما بارولا، كيف بقولكم من شاري؟ مين عايز يشارك معانا؟ مين هيحللنا؟ ويا ريت حد ما سمعتوش النهارده الولتيما بارولا، الكلمه الاخيره بولنتي. يعني ايه بولنتي؟ يعني مغلي، سائل مغلي. الكلمه دي بولنتي مفرد مذكر ليه يا شباب؟ ليه يا شبات؟ ليه يا ناس؟ الكلمه دي مفرد مذكر. بركي بركي بركي. ليه ليه ليه؟ وانا عندي ناس حاضره معايا اهي. علشان بتنتهي بانتي، علشان بتنتهي بالمقطع انتي طبعا. وانا قلت لحضرتك قبل كده ان اي كلمه بتنتهي بالمقطع انتي لازم تكون مفرد مذكر. حلو قوي. وبالتالي هي كمان بديالي بي البي ساكن. والبي ده حرف ساكن. حلو قوي. البي اللي هو تزيدا ولا هي جي ان ولا هي بي اس ولا هي الاس بي كونسونانت ولا هي ابسيلون. يبقى غصب عن عيني ما ينفعش غير اني اقول كده واقول اون بولنتي يعني سائل مغلي. اون بولنتي يعني سائل مغلي. وتبقى اجابات الجمل يا شباب اون ديريتوري احد المدراء او المديرين، اونو سكولتوري نحات ما او احد النحاتين، اوناتسيونيستا ناشط حقوقي، اون راتسيستا عنصري شخص يميل للتفرقه العنصريه او التفرقه العرقيه، اون بولنتي سائل مغلي. فينو اكويستو بونتو ادوات التنكير لي ارتيكولي انديترميناتيفي ماسكيلي سينجولاري، الاداتين دول والكلام اللي احنا قلناه ده فيهم اي لبس؟ في حد قاعد او حاضر معانا وسامع مش فاهم حاجه؟ كونتينيو يا مترسو انو، نكمل مع بعض. شكرا يا سنه ثالثه. شكرا يا سنه ثالثه. وانتوا اجازه النهارده؟ ايوه يا دكتور شاهد. بس ايه شعبه ايه اللي اجازه بس والباقي اللي عنده شغل؟ معلش ممكن اسمع المعلومه؟ ارشاد وسياحه اجازه. ارشاد وسياحه هم يعني ضيافه موجوده؟ ضيافه مش كلهم، اللي عندهم سكاشن بس النهارده. يعني اذا اغلب الدفعه في سنه ثالثه اجازه؟ ايوه يا دكتور. ماشي. يعني احنا بنتكلم كده في قرابه ال 300 واحد اجازه، مش حاضر منهم الا سبعه. ده سبعة بين. في ناس بتحب تحضر اوفلاين. المشكله في حاجه، المشكله ان الناس بعد كده لما تسمع اوفلاين مش هتفهم لوحدها. بابانه كومونكي. احنا بنتكلم بقى دلوقتي يا شباب وهننقل على طول على الارتيكولي انديترميناتيفي. لسه بنكمل النص الثاني لا سيكوندا ميتا دي الارتيكولي انديترميناتيفي ادوات التنكير، بس المره دي نقلنا على حاجه تانية اللي هي ادوات التنكير يا شباب الفيمينيلي اللي هي المفرد المؤنث. يبقى سيفو ليامو اجونجر كوي ونانوتا. لو احنا حضرتك عايزين نضيف هنا نوتا هنتكلم ونقول ان احنا بنتكلم بقى المره دي على السنجولاري فيمينيلي ادوات التنكير المفرده المؤنثه. وزي ما بقول لحضرتك هم اداتين ما لهمش تالت. بس هنا بقى يعني اونا ما عنديش اي مشكله فيها. المشكله الكبرى في اونا بوستروفو عشان اللي هيحصل والدربكه اللي هتحصل والكونفوزيون والارتباك اللي هيحصل هيبقى ما بين اون واونا بوستروفو. اونا ما فيهاش مشكله على فكره ولا اونو. المشكلة واللبس اللي هيحصل عند الطالب في أدوات التنكير، عشان كده أنا كنت مأخراها لما حضرتك كان ممكن بمنتهى البساطة أبدأ بيه أول درس في السنة، بس كنت مستنية إن دماغك تفوق شوية وتنشط. المشكلة هتبقى في الاتنين دول أون وأون أبوستروفو. تعالوا بس الأول نشوف أون. أون أبسط وأسهل أدوات التنكير على الإطلاق. أبسط وأسهل أدوات التنكير على الإطلاق. طول عمرها بسيطة وسهلة وطول عمرها بتساوي لي المقابل بتاعها أداة التعريف أنهي يا شباب؟ لا. فاكرين اللا يا شباب؟ فاكرين أداة التعريف اللا؟ هي بالظبط كده بتساويها، ما عنديش أي اختلاف. وكانت بالمناسبة برضو أداة التعريف لا دي كانت أسهل أدوات التعريف على الإطلاق. لا زيها بالظبط زي أونا. الاتنين سونو إيكويفالنتي بيساوي بعض، بس الاختلاف الوحيد ان دي اداه تعريف والتانيه اداه تنكير. دي اداه تعريف والتانيه اداه تنكير.
أونا. حلوة قوي. بتتحط قدام أي كلمة سينجولاري فيمينيلة مفرد مؤنث بشرط إن هي ما تبتديش بمتحرك، لازم يبقى ساكن. يعني أمام لو أنا هكتب كده أي كلمة مفرد مؤنث بشرط أن تكون بادئة بحرف ساكن، أي حرف ساكن، ولا أنا بقى هدور على بي اس ولا جي ان ولا تسيتا ولا إبسيلون، ماليش دعوة، المهم إن الكلمة تبقى مفرد مؤنث وأولها مش متحرك وخلصنا. يعني لا أولها الأ ولا أولها الأو ولا أولها الأو ولا أولها الإي ولا أولها الإي، اختار منك بقى زي ما انت عايز، بس بشرط برضو بأكد عليه ان الكلمة تكون يا شباب مفرد ايه؟ مفرد مؤنث. لازم مؤنث. اراعي لازم اراعي كده، عشان كده بقول لحضرتك انك قبل ما تحط الاداة كده اصحى، احنا محتاجين نركز كويس قوي في لاراديتشا. كي كوزا سينيفيكا لاراديتشا؟ الجزر، اصل الكلمة. اعرف بقى يا حلو وقف اذا كانت الكلمة دي مفرد مؤنث ولا مفرد مذكر. وفكر حضرتك اشهرهم على الاطلاق، اي كلمة بتنتهي بالمقطع تسيوني مفرد مؤنث، اي كلمة بتنتهي باللترة آ مفرد مؤنث، اي كلمة بتنتهي بالمقطع اسا مفرد مؤنث، اي كلمة بتنتهي بالمقطع تريتش مفرد مؤنث، اي كلمة عليها اتشنتو في الاخر، اونا فوكالي اتشنتاتا يعني اه وعليها اتشنتو، او وعليها اتشنتو، اي وعليها اتشنتو، او وعليها اتشنتو، اي كلمة اتشنتاتا الا فينا لازم تكون مفرد مؤنث. اي كلمة اخرها ايستا لو مش من اطار السياق وحضرتك مش فاهم ممكن بمنتهى السهولة تحطها مفرد مؤنث. تاني انا بفكر بحضرتك بالعلامات والنهايات اللي بتقول لحضرتك ان الكلمة دي مفردة مؤنثة، او اي كلمة بتنتهي بالمقطع تسيوني مفرد مؤنث، اي كلمة بنسبة بنسبة 99% بتنتهي باللترة آ هي مفردة مؤنثة، ملناش دعوة بيه، احنا ما بنتكلمش دلوقتي على الحالات الاستثنائية، احنا بنتكلم في العام الأشمل. أي كلمة بتنتهي بالمقطع إسا مفرد مؤنث، أي كلمة بتنتهي بالمقطع تريتش مفرد مؤنث، أي كلمة عليها فوكالي، أولتيما فوكالي، فوكالي فينالي، الحرف المتحرك الأخير فيها يونا فوكالي فينالي، أتشنتاتا فوكالي فينالي اتشنتاتا يعني الا اتشنتو، الاو اتشنتو، الاي اتشنتو، الاو اتشنتو، الاي اتشنتو، باستثناء الشواذ زي كافي وتي، انا عارفه ان هم مفردين مذكرين، انا بتكلم على الاشمل الاعم. اي كلمه في المقطع ايستا لو حضرتك قدامك المقطع الايستا، طول ما انت ما عندكش مؤشر في الجمله عايز تحطها مفرد مؤنث حط، عايز تحطها مفرد مذكر حط، بس بشرط اساسي لو الكلمه مفرده مؤنثه واول حرف فيها ساكن مش متحرك، اول حرف فيها ساكن، لا بريما لترا اي كونسونانتي، ماي 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 اونا فوكالي، ابدا عمرك ما تحط فيها اونا فوكالي، يبقى الكلمه دي لازم تكون مفرد مؤنث. يعني تسيا، يعني بروفيسوريسا، يعني كلاسي، يعني اسفه كلاسي نون، يعني اتريتش، يعني نونا، يعني فاميليا، يعني دوكسا، يعني سوتشاليستا، الكلمات كلها هي تسيا، عمة او خالة مفرد مؤنث اخرها الآ، ماليش دعوة بدايتها ايه، طول ما هي بعيدة عن كونها مش متحرك يبقى لازم غصب عن عيني اقول اوناتسيا، احد العمات، احد الخالات. بروفيسوريسا، استاذة جامعية، بديالي بحرف ساكن، اهم حاجة عندي ان هي بديالي بحرف ساكن وان الكلمة مفرد مؤنث، اونا بروفيسوريسا. كلاسي، فصل دراسي، كلاسي فصل دراسي، بديهة هي طبعا الكلمة مفرد مؤنث عشان اخرها اسا، وكلاسي
اهي بادية بحرف ساكن تبقى اونا كلاسي. اتريتشي ممثلة، المقطع تريتشي مفرد مؤنث. اتريتشي بدايتها حرف متحرك، اصحى، انا حطها لك في النص عشان تركز. اصحى، انا حطها لك في النص عشان تركز. كل اللي فات كان مفرد مؤنث بس بدايته حرف ساكن، جات لي دي كده في النص عشان اصحي حضرتك واقول لك اه الكلمة مفرد مؤنث بس المرة دي اتريتش، يبقى ما ينفعش ابدا ابدا ان انا اقول كده اونا اتريتش، ما يصحش، ما ينفعش، غلط. زباليات، وانا حاطة قدام حضرتك العلامة اكس دافانتي على بارولا. نونا، وهنقول هنستخدم بعد كده ايه، نونا يعني الجدة، مفرد مؤنث بديالي بحرف ساكن، اونا نونا احد الجدات. فاميليا العيلة، مفرد مؤنث، اونا فاميليا بديالي بحرف ساكن. دوكسة، اونا دوكسة دوقة. سوتشاليستا، اهو الكلمة دي بقى براحتي، الكلمة دي براحتي يا شباب، وانا كده خدت الاتنين لحد دلوقتي. والله انا عايزة اعملها مفرد مذكر هتبقى اونو لو هي مفرد مذكر، وهتبقى اونو ليه؟ علشان سوتشاليستا لو هي مفرد مذكر فجيالي بالاس وبعدها الاس وبعدها متحرك، يبقى ينفع اقول حرف متحرك، ينفع اقول اونو؟ ما انتوا نمتوا، ما انا لازم اصحيكم. لو هي مذكر حتى هينفع اقول اونو؟ لا ما ينفعش، لان الاس هنا بعدها متحرك، ده لازم عشان ساكن. تحط اونو يبقى ساكن، يعني اصحى حتى لو هي مفرد مذكر هتبقى اون، ولو انا عايزه اعملها معامله مفرد المؤنث هتبقى اونا سوتشاليستا. يبقى اذا اونا، يبقى اذا اونا اللي هي عباره عن ايه؟ اونا دي عباره عن ارتيكولو ان ديترميناتيف واداه التنكير. اداه التنكير ايه؟ اداه التنكير السنجولاري فيمينيلي المفرد المؤنث. مالها؟ اهم حاجه عندي ان الكلمه تبقى مؤنثه، وهي كوالي سونو لي انديتش. ايه هي العلامات اللي بتدللي على ان الكلمه مؤنثه؟ الكلمه تنتهي بالمقطع تيوني، الكلمه تنتهي بالمقطع اس، الكلمه تنتهي بالمقطع تريتش، الكلمه تبقى نهايتها فوكاليا تشنتاتا، الكلمه بقى بتنتهي بالمقطع ايستا. وهنا حدد براحتك بس بشرط اساسي ان اول حرف في الكلمه لا بريما لترا لا لترا انيتسيالي يكون كونسونانتي، لانه لو كان متحرك هيبقى حاجه تانية. افيتي كابيتو كويلو كيديتو؟ فهمت انا قلت ايه يا شباب؟ في اي لبس حصل كده ما بين التلاتة اونو اونو اونا؟ لا. حلو قوي، من الكلام اللي انا قلته ده حضرتك تقدر تستنتج الاونا بوستروفو. وعايزه حد بقى يقول لي بعد ما شرحنا التلاتة ما بقاليش من بعد كل الشرح ده غير انسول وارتيكولو انديترميناتيف واداه واحده، اداه واحده بس اللي واقفه لوحدها كده، ومحطوطة سطولة كاتيجورية محطوطة تحت قائمة السنجولاري فيمينيلي المفرد المؤنث. ممكن حد يستنتج لي بقى بعد شرح التلاتة دول دي ممكن تكون لإيه؟ الأونا أبوستروفو دي ممكن يكون أنا بستخدمها لإيه؟ للجمع بنوعيه؟ للجمع بنوعيه؟ ينهر أبيض، ده إمتى حصل الجمع بنوعيه ده وأنا لسه بتكلم على السنجولاري؟ أنا ما جيتش ناحية أي جمع. اغسلي وشك يا نانسي. الترو، هتبقى الكلمه اللي بدايتها يا دكتور متحرك في المؤنث. حلو جدا، مفرد ولا جمع يا نوال؟ لا مفرد. حلو جدا، يبقى الحاله الوحيده اللي باقي عندي ان الاونا ابوستروفو يبقى استخدامها لكلمه مفرد مؤنث. اسمع بقى مني مليون مره، مفرد مؤنث، مفرد مؤنث بس بديل بيه حرف متحرك، مفرد مؤنث بس بديل بيه حرف متحرك. يعني المفرد المؤنث اللي بادي بحرف متحرك له ارتيكولو انديبندنت، له اداه لوحده،
عاملين له كده هو باشا، عاملين له تعظيم سلام، حاطينه هو في كاتيجوريا اندبندنتي في حته لوحده خالص عشان يقول لي وانا بعيد عليها للمره المليون، عشان ما يحصلش مالينتيزو سوء فهم او ان حضرتك يبقى عندك امبيجويتا ازدواجيه ما بين الاداه دي والاداه دي. لو معاك الكتاب كده اكتب بالعربي تحتها وبخط واضح وصريح ان الاونا ابوستروفو دي فئه نحويه مستقله، دي خاصة بالمفرد المؤنث اللي بيبدأ بحرف متحرك. وفي الواقع الحالة الوحيدة أو العلامة الوحيدة اللي بتفرقه عندي هي الأبوستروفو اللي حضرتك شايفها دي. الأبوستروفو دي توديني في مليون حتة تانية. الفصلة اللي على سلالات رن، الفصلة اللي موجودة على حرف الان دي وديتالي في حتة تانية خالص عشان يقول لي ان هي ما بقتش دي، عشان انا عارفة اللبس هيحصل ما بين دول. اول ما بشوف الاون وعليها الابوستروفو دي من فوق انتباه كده، دي مفرد مؤنث بادي بمتحرك، ملهاش غير كده. مفرد مؤنث بادي بمتحرك، اي كلمة مفردة مؤنثة بادية بحرف متحرك، يعني واحد من الخمسة دول، يعني واحد من الخمسة دول الأو والأو والأي والإي وال إحنا بنتكلم في إيه؟ أو آ، دول كده عاملين لهم يعني قمة الاحترام وحاطينهم لوحدهم طول ما الكلمة مفرد مؤنث، وعاملين لهم أداة كده لوحدهم. أهم ما يميزها الفصل، اهم ما يميزها الفصلة العلوية كويستا فيرجولا سوبيريوري. يعني لو انا هقول لحضرتك كلمة زي كلمة اوكا، لو انا هقول لحضرتك كلمة زي كلمة اودينا، لو انا هقول لحضرتك كلمة زي كلمة اونيفرسيتا، لو انا هقول لحضرتك كلمة مثلا زي كلمة امونيما، تعال نشوف. اوكا مفرد مؤنث، عرفت منين ان هي مفرد مؤنث؟ عشان اخرها اللتر او، اخرها حرف الاي اللي هو الا، اوكا. وبالمناسبه الاوكا يعني الوزه، الاوكا يعني الوزه اللي هو طائر الوز يعني او الاوز. حلو جدا، هي اوكا يعني كومينشان تكون لا، اسفه فيننت بتنتهي بالا، بس هي مفرد مؤنث بس اولها حرف فوكال. يبقى وانا مغمض عيني لما اجي احط اداه التعريف ما اعملش غير كده، ما ينفعش معاها غير كده، اهي اون، ولازم ارجع واقول ان ابوستروف ونوك. اوديني اوديني جنه عدن، جنه عدن مش كده؟ يقول لك جنات تجري من تحتها الانهار، جنات عدن هي دي اوديني، جنة عدن اللي هو المفروض ان هي يعني انلوجن الباراديزو، مكان في الجنة. اودينا مفرد مؤنث، واعتبر وافهم مني بس عشان في كده يعني مصطلحات بتبقى احنا بنسميها كده سكرة مقدسة، دي حضرتك بتحفظها زي ما هي كده ان دي مفرد مؤنث. يعني حضرتك لو بصيت للنهاية الاينة هي مش علامة ان هي تبقى مفرد مؤنث، بس الكلمة دي مفرد مؤنث. اودينا مفرد مؤنث بديالي بحرف متحرك، يبقى لازم اقول اون اودينا احدى جنات عدن. اونيفرسيتا جامعة مفرد مؤنث، عرفت منين ان هي مفرد مؤنث؟ عليها في الاخر خالص الا الاتشنتاتا اللي هي الا وعليها الاتشنتو، ا اتشنتاتا اللي هي الا وعليها الاتشنتو، بدايتها حرف متحرك، يبقى غصب عن عيني لازم احط الاون ابوستروف. ولو سمحتوا يا جماعه الاون ابوستروف ما بتستخدمش غير في المفرد المؤنث اللي بيبدا بحرف متحرك فقط. لازم تخلي بالك من الفيرجولا سوبيريوري، لان الازمه بتحصل لي كتير جدا ما بين اون واون ابوستروف، زي ما انا هشوف دلوقتي في الايزامبي في الامثله اللي انا هطبق عليها. اومونيميا أومونيمية أو أومونيما الصفة أو الاسم، أومونيمية يعني تطابق بلا اختلاف. ومش احنا خدنا، مش انتوا صح؟ انتوا خدتوا نو 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 أومونيما، وأومونيما دي
يعني متطابق. الكلمة دي مفرد مؤنث، مفرد مؤنث لأن هي في الآخر لتر أ بس أول حرف فيها متحرك، يبقى لو هحط أداة التعريف هتبقى أونا بوستروفو. يبقى ميز لي كويس جدا ما بين أونا اللي هي أداة التعريف المفرد المؤنث بكل الحروف اللي في الدنيا باستثناء إن يبقى بداية الكلمة حرف ساكن، وميز لي ما بين أونا بوستروفو اللي ملهاش في الجراماتيكا إيطاليانا واللي لوحدها كده عامله لي كاتيجوريا جراماتيكالي اندبندنتي كومي سي فوسي اونا ريجينا، كما لو كانت ملكه كده متوجه عاملين لها ايه اختصاص بذاته، ان الاونا بوستروف وبتتحط دافانتي ادونا بارولا سينجولاري فيمينيلي كلمه مفرد مؤنث بس اكونديزيوني كي بشرط ان كويستا بارولا كومينشي كون اونا فوكالي تبدا بحرف متحرك. وبناء عليه وانا عارفه اللبس اللي هيحصل ما بين دول فيديامو انسيامه اهو بيرجع لي تاني بالازامبي الاون بقول اونكاني اونورسو. ولو حضرتك فاتح معايا الكتاب انا معرفش هي كام، هي عندي 45 ممكن تكون عند حضرتك بقى 49 ولا حاجه 49. اه تعالوا بقى مع بعض نترجم الاون اونكاني كلب، اون اورسو، وهنا لو انا بتكلم على كلمه اورسو دي بقى لو سمحت اهي حط تحتها اسبيتاتي عشان دي بقى لازم تتلون. كلمة أرسو دي اهي شايف حضرتك دي مفرد مذكر، اه مفرد مذكر حلو قوي بس بديلي بحرف ايه؟ بحرف متحرك. مفرد مذكر بس بديلي بحرف ايه؟ حرف متحرك. ياخد ايه؟ ياخد أون، مفيش اي فيرجولا عشان ما يحصلش. لكن لو كان مفرد مؤنث وبادي بمتحرك كان لازم يقول اون ابوستروفو. اعتقد ان الدنيا كده بدات توضح. اون ازينو نفس القصه، لو حضرتك بتتكلم على نفس القصه اون ازينو يعني ايه؟ ازينو يعني مسكوزه يعني حمار. ازينو حمار مفرد مذكر، مفرد مذكر ليه؟ عشان اخره او، بس هي بديالي بمتحرك ايوه مفيش مشكله، بس دي مفرد مذكر يبقى احط قدامها على طول اون. اون ليمونه، وكلمه ليمونه يعني عصير الليمون، حلوه قوي. ليمونه عصير الليمون ديت مفرد مذكر ليه؟ علشان اخرها المقطع اوني. طب استنى بقى كده شويه، بس دي بديالي بالال مش بمتحرك، بدي بساكن ايوه بس هو ساكن، لا هو السيتا ولا هو البي اس ولا هو الجي ان ولا هو الابسيلون ولا هو الاس امبورا، لا ده مفرد مذكر بادي بحرف ساكن باستثناء السواكن اللي بتاخد اونو، يبقى لازم اقول اون ليمونه. اون البيرو، اون البيرو شجره مفرد مذكر اخرها او بس بدايتها حرف متحرك، يبقى احط الاون واوعى يجي في دماغي اني احط الابوسترفو. الابوسترفو دي بتبقى مع الكلمات فقط المفرده المؤنثه اللي باديه بحرف متحرك، لكن لو الكلمه مفرد مذكر وبادي بحرف متحرك ما تاخدش غير الاون من غير ابوسترفو. طبعا جاتو، وجاتو يعني قط اللي هو مفرد مذكر، وطبعا بديالي بكونسونانت مش غير الكونسونانت اللي بيحطوه لي اونو، يبقى لازم اقول اونجاتو قط ما، واكد تاني على الاوفيتشو على المكتب. وطبعا كلمه اوفيتشو المكتب مفرد مذكر اخرها او بس بدايتها الاو حرف متحرك ايوه بس هي مذكره يجي معاها الاون. بص بقى حضرتك لو هتنزل للتابله في الاخر هتلاقي العكس تماما، لو انا او انا حتى لو انا عايزه اغير اللون عشان يبقى واضح الاختلاف ما بين المفرد المذكر وما بين المفرد المؤنث. لو انا هتكلم على الكلمه دي هلاقيها اميكا مفرد مؤنث، عرفت منين ان هي مفرد مؤنث اخرها الآ بس بدايتها حرف متحرك ايوه بس دي مؤنثه ما تاخدش غير الاون ابوسترفو. ارما سلاح، ارما اون ارما اون ابوسترفو طبعا يعني ارما سلاح. طلبة، طلبة لا طبعا هي طلبة هنا محطوطة غلط، لو حضرتك شايف كده شيل لي طلبة من هنا، اعمل لي اكس على طلبة دي انا مش عايزاها، عشان طلبة دي المفروض اصلا اصلا تبقى معمولة مع الاونة، احذف لي اكس طلبة اكس يا شباب في صفحة 49 طلبة اللي محطوطة مع اونة ابوستروفو دي كانشيلاتي
كانشيلاتي كويستا تالبا، الغوها لي خالص دلوقتي اهو، دي كده مش عايزاها، تالبا دي انا مش تمام يا عايزاها، دكتور. مش موجودة معاهم. ايبويا اولا، ثم عندي بعد كده كلمة اولا، يعني طبعا القاعة الدراسية، والقاعة الدراسية يعني اهي مفرد مؤنث، مفرد مؤنث ليه؟ لان هي اخرها الآ، وفي نفس الوقت بديالي بحرف متحرك، يبقى لازم غصب عن عيني اقول ان هي اولى قاعة دراسية او قاعة الدرس. قدرنا دلوقتي نميز ما بين الاون والاون ابوستروفو؟ ايوه. تعالى بقى نشوف، بيقول لك mettere l'articolo indeterminativo conveniente، وطبعا انا ما جبتش لحضرتك سيره غير الارتيكولي indeterminativi singolari، انا ما اتكلمتش خالص دلوقتي على الكازو بلوراله، ما حطيتش خالص عندي الكازو بلوراله، ما اتكلمتش خالص على الجمع. تعال نشوف ارتيكولو، شالي الارتيكولو جوستو، انا عندي الاربع ارتيكولو اهيت الاربعه، هحط الاوكا، البيرو اورسو، ازينو اربا أرسا، أمبريلو، ألتالينا، إمبوتو. خلينا بس ناخد الأول التسع كلمات الأولانيين دول، عايز تمشيهم أوكا أزينو أمبريلو براحتك، وبعد كده تخش ألبر وإربا ألتالينا براحتك، أرسو أرسا إمبوتو براحتك، عايز تمشيهم كده بالأوريزونتالي أفقي براحتك، دقيقة وهنحل. واللي متابع معايا اللي هي الصفحة دي اللي مقابل عند حضراتكم ايه؟ 51؟ سي يا دكتور. اكتبوا عليها، مهمة جدا جدا جدا. الناس اللي قاعدة الصفحة بتاعة الارتيكولي انديترميناتيفي اللي في صفحة 51 وصفحة 51 مهمة جدا جدا جدا. يلا اول تسع كلمات نحاول مع بعض قبل ما نحل ونختار ليه. كوميشامو يا اولاد، يلا بينا. احنا بنتكلم على البريما بارولا، الكلمه الاولانيه اللي هي اسمها زي ما قلت لحضرتك كده اوكا. يعني ايه اوكا؟ مفرد ولا جمع؟ مذكر ولا مؤنث؟ مفرد مؤنث. حلوه قوي، مفرد مؤنث يا بسمله. وبالتالي انا قدامي اختيار من الاختيارين، يا اما اونا يا اما اونا بوستروف. ما هي دول الادوات، هتبقى اونا بوستروف عشان اولها متحرك، برافيسيما، يبقى انا طبعا في الاخر حرف تدل على ان هي مؤنث. بالظبط كده، كلمه اوكا زي ما بسمله قالت كده هي مفرد مؤنث عشان اخرها الا، وفي نفس الوقت لا بريما لتر او الحرف الاساسي الاولاني اللي فيها متحرك، يبقى لازم اقول كده اونوكا وزا اونوكا. جراسي بسمله، هتمشوا ازاي؟ يلا بينا. البيرو شجره، مفرد ولا جمع؟ مذكر ولا مؤنث؟ هنحط انهي اداه تعريف؟ مين؟ كيف تبقى ام؟ مين؟ نوال؟ يلا نوال. لا، الليبرو تبقى ام. البيرو، البيرو، البيرو يعني شجره. مفرد ولا جمع؟ مذكر ولا مؤنث يا نوال؟ مفرد مذكر. حلو قوي، مفرد مذكر، يعني انا قدامي اختيار من الاختيارين، يا اما اونو يا اما اون. هتبقى اون عشان الا، هتبقى اون طبعا علشان هي زي ما نوال قالت كده بالظبط. شكرا يا نوال. كلمه البيرو مفرد مذكر عشان اخرها او، وفي نفس الوقت هي باديه بحرف متحرك، المفرد المذكر البادي بحرف متحرك لما بكمله لازم اقول له كده
واقول ان هي لازم تبقى اون البيرو من غير اتشنتو يا شباب، من غير اتشنتو يا شباب. نوميرو 3 رقم 3 الكلمه اللي قدامي دي اورسو يعني دب قطبي، دب مذكر اورسو. هتبقى اون يا دكتور لانها مفرد مذكر وليها حرف متحرك. برافيسيما، كلمه اورسو لوحدها. شكرا يا نانسي. طبعا كلمه اورسو لوحدها يعني الدب القطبي مفرد مذكر عشان هي بتنتهي باللتر او، بس هي في نفس الوقت برضو مفرد مذكر بديلي بحرف متحرك. كون ان هو مفرد مذكر بديلي بحرف متحرك ما يغيرليش اي شيء في اصل الكلمه غير انه يقف لي كده ويقول لي اون اورسو. ولو انا بالمره يعني بما اننا بنتكلم معلش يا شباب فهغير شويه الاتجاه وهنزل للي تحتها الاول هتبقى اورسا، هيبقى واضح الفرق ما بين الاثنين وانا عايزه اعملهم ورا بعض. المره دي هتبقى اورسا يعني الدبه القطبيه. بمناسبه انا بوتروفو اهو الاختيار هيبقى واضح والاختلاف هيبقى واضح ما بين الاثنين. المره دي هي اورسا، اورسا يعني دبه قطبيه. المره دي هتبقى دبه قطبيه مش دب قطبي. وبالتالي انا لما هتكلم وهقول اون ابوستروفو علشان هي دبه قطبيه. شباب يعني ميسكوزي بس ديفو ريسبوندري على تليفونينو، ممكن هوقف بس المحاضره ثانيه وهرجع يعني. راجاتسي معلش نرجع تاني لمحاضرتنا، اسكوزو يعني انا بعتذر عن القاطع. يبقى سامعيني كده يا شباب؟ سي دكتور. يبقى اذا احنا هون قلنا هنا الأورسا طبعا يعني اون ابوستروفو، في حين ان الأورسو هي اون بس لان أورسا سنجولاري فيمينيلا مفرد مؤنث بديلي بحرف متحرك. لاستيسا كوزا، تعالوا نشوف الكلمه دي اللي هي كلمه اربا، وكلمه اربا دي يا شباب يعني الحشيش، الحشائش. مفرد ولا جمع؟ مذكر ولا مؤنث؟ اربا مفرد مؤنث. مفرد مؤنث. بركي مفرد مؤنث يا بسملة؟ عشان فيها اللي هي بتدل على المؤنث وفي الاول حرف متحرك يعني هتاخد اون ابوستروفو. حلو جدا، اون ابوستروفو، وهتبقى الاجابه كده اون اربا. لا ريسبوستا سارا اون اربا. جراسي بسملة. اي بوي كونتينويامو. ازينو، ازينو مفرد مذكر. مفرد مذكر. مفرد مذكر ليه يا نوال؟ علشان اخرها او. تمام، حلو جدا. ايه كومين شانتي كون بتبدا لي بيه؟ هتبقى بالحرف المتحرك تبقى اون. يبقى اذا انا بتكلم وبقول اون ازينو، اون ازينو طبعا يعني حمار. حلو جدا. انا بتكلم بقى على التالتة دي، خلونا بس نشوف من الاخر للاول. الكلمه دي اسمها امبوتو، وامبوتو يعني امع. عارف حضرتك الأقماع المرورية؟ عارف حضرتك الأقماع المرورية؟ القمع اللي بيتحط في المرور في اختبارات القيادة، القمع اللي بيتحط في الشوارع، القمع اللي حضرتك بتستخدمه في البيت في تصفية السوائل. شي. اسمه إمبوتو. اسمه إمبوتو. حلو قوي. مفرد ولا جمع؟ مذكر ولا مؤنث يا شباب؟ مفرد مذكر. حلو جدا، مفرد مذكر. ماله بقى المفرد المذكر ده؟ أوله حرف متحرك. أوله حرف متحرك، يعني أنا هقول إيه يا بسملة؟ هناخد أون كونتينو، هتبقى أون إمبوتو أمع. تمام؟ أعتقد كده الفرق ما بين أون والأون أبوستروفو ده واضح يا شباب ما بين الجميع. تمام؟ هسيب لحضرتك أمبريلون أو أمبريلو ألتالينا لأن هي على نفس المنوال، بس هاخد كده بشكل عشوائي وهبص مثلا لكلمه زي الكلمه اللي قدامي دي في الصف الاولاني، وليكن الكلمات اللي في الصف الاولاني هاخد بشكل عشوائي كلمتين ثلاثه عشان اعرف حضرتك هتتعامل ازاي. الكلمه دي اسمها سكوياتولو، وسكوياتولو يعني سنجاب. سكوياتولو يعني سنجاب. حلو قوي. وهاخد كلمه اللي هي من العمود الثالث وهقول بامبينا، هاخد سكوياتولو وهاخد بامبينا، هاخد سكوياتولو وهاخد بامبينا. سكوياتولو فول ديري السنجاب. سكوياتولو فول ديري السنجاب. يلا بينا. ها، مفرد مذكر. مفرد مذكر. ليه مفرد مذكر؟ اخرها او وهتاخد اونو عشان اولها اس زائد حرف ساكن. اللي هي اسمها ايه يا بسمله لو انا كده صح في الاسم؟ صح، انت بسمله برضو نفس الصوت. سي. حلو قوي. اللي هي اسمها اس امبورا يا بسمله، صح؟ صح. حلو قوي. قولي لي بقى اداه التنكير بالكلمه الاثنين ورا بعض هيبقى ايه؟
اونو. اونو ايه بقى؟ انا عايزاكي تنطقي. ماشي، ما انا عارفه والله ان اونو. سكلاتو. نو، بصي لها كويس. سكواتو. سكواتولو. لو سكواتولو بوادير السنجاب. تاني، كويستا بارولا يا شباب، الكلمة اللي قدامي دي يا شباب مفرد مذكر. عرفت منين ان هي مفرد مذكر؟ اخرها او، بس في البداية اصلا هي بديالي باس امبورا. يعني ايه اس امبورا؟ يعني اس بيو كونسونانتي. يبقى انا ما ينفعش غير اني استخدم اداة التنكير اونو، وهقول اونو سكواتولو، اونو سكواتولو سنجاب. انا للاسف الشديد مضطرة اقفل دلوقتي المحاضرة، لان القاعة اللي انا فيها دلوقتي لازم حد تاني يخش يجهز للمحاضرة اللي بعدي. يبقى احنا هنكمل الحل ده في محاضرة المرة الجاية ان شاء الله. علم حضرتك على الصفحة دي اللي هي صفحة شينكوانتون وصفحة 51، وقول ان هي مهمة جدا 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 للصبح، هي وصفحة 52 و53، قبل ما نتكلم على الارتيكولي اندي ترميناتيفي البلورالي. حضرتك عايز تحل الصفحة دي في الكتاب براحتك حلها، مش عايز تحلها براحتك. يعني هندي الناس بريك شوية من الكومبيتي، علشان احنا ان شاء الله بإذن الله يا سنة تالتة كلنا في محاضرة ان شاء الله بإذن الله يوم الاثنين موجودين. تالتة ارشاد والسياحة وفنادق، كلنا ان شاء الله بإذن الله هنبقى موجودين في محاضرة الاثنين القادم. وجب التنبيه للناس عشان بدأت الأسئلة كتير جدا، مين اللي هيبقى عايز تحل حل، مش عايز تحل ما تحلش، ولكن المفروض ان احنا نبدأ نسلم الشيتات عشان نرفعها للإدارة في المعهد، الشيء اللي انا ما بحبوش، ولكن مجبر اخاك لا بطل. هنبدأ استلام الشيتات ضروري الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده. جراتسي بير فوي توتي. انا بشكر شكر جزيل جدا للناس الحضور اللي على طول حريص ان هو يحضر معايا، سواء هنا في الاونلاين او سواء كان في الفيزيكال بريزنس، واللي منهم ناس مش تخصص وبيحضر معايا التخصص. شكرا جزيلا ليكم يا شباب، واشوفكم ان شاء الله في محاضرة الاسبوع القادم. جراتسي اريفيدرتشي. شكرا للجميع، كل واحد باسمه. شكرا ليكم. شكرا لك يا دكتور.